السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه مورنتك على الفيسبوك وذا اليوتيوب في انوفو والى انوفو الفيديو عبر اثير قناه مورنتك سال. الفيديو تاع اليوم طبعا استوحيته من لي كيستيون اللي غادي يجيوني في لاباتي ميل تاعي اللي هي زيركم smtp@gmail.com. والسؤال كان من طرف خونا رضوان كاكا. رضوان كاكا سقساني على الفيزا الالكترونيك تاع تركيا. نقول لك باللي على حسب الاوضاع الحاليه للجزائر، فيزا الكترونيك تاع تركيا راهي نوعا ما متذبذبه، خصوصا بالنسبه للا كاتيجوري اللي بين 18 سنه وبين طبعا ال 34 سنه. الناس اللي فوق 34 سنه وتحت 18 سنه هذوك يعديو فيزا سي ان، ما عندناش مشاكل معاهم، لكن الناس دو فيزا دو تيب سي ان يقبلهم بي ا باردون، يعديو سي ان. السي ان هي ولات فيها مشكله بارفوا يمدو ريفو ولا يطولوا باش يرجعوا في لي كوموند تاع الدوسي. معناها كاينه امور ياسر اللي دارت دي بروبليم، دونك اصبر شويه بركه ما بقاش بزاف و تتريق الامور تاع الفيزا تاع تركيا. هذا ما نقدر نجاوب على السؤال تاع اليوم واللي كان حول موضوع فيزا تركيا وتذبذب الاحوال في هذا المجال. دونك ما تخممش، سي دي كيستيون دو طون. اي انسان يحب يدفع دوموند فيزا تركيا ما يتقلقش، خلاص عادي جدا، اصبر شويه بركا يعديو لا بيريود الانتخابات هذه وكش ما يكون جيد ان شاء الله. ابقوا ديما متابعين اوفياء لاثير مراتك ومراتك سالب. خلاص يا خواتي، شوفوا الى اللقاء.